دكات طلب الانتيليجونس دون لو جو، طلب تبني اللعب، تبني اللعب من الدفاع من وسط الميدان بكرات قصيره وسريعه في الامام. هذه مباراه ما تطلبش الكرات الطويله، الكرات الطويله ليك صالح مولوديه الجزائر الاتحاد العاصمه، كل فريق يحوس يبني اللعب، الخروج من الدفاع لوسط الميدان، وخاصه على الاجنحه، الاجنحه هو السلاح الفريق اللي يحب يفوز بمباراه اللي تكون مباراه قول انا يا عاصميه، وخاصه وين راح يكون الحماس، الحماس خاصه كبير. في وسط الميدان. هذه هي الاجواء التي تصلكم مباشره سيداتي انساتي سادتي مشاهدينا الكرام، مباشره من ملعب الخامس جويلية الذي يحتضن هذه القمه. وسيله تفضلي. نعم جمال، جمال. نعم اسمعك. انا في وسط بلال ديري فريد، يعني كيفاش حضرتوا هذا الديربي؟ دائما يعني ديربي عنده نكهه خاصه، وانت يعني متعود على هذا الجمهور وعلى هذه الاجواء. ديربي تاع اليوم كيفاش، واش هي الخصوصيات نتاعو، وما هي التوجيهات اللي قدمتوها للاعبين تاعكم خاصه في الشوط الاول؟ السلام عليكم، عسلامة جمال وافتسان هما، نحيي افتسان اليوم، افتسان هو يعرف شويه الدربيات هذا ويعرف جزع المولوديه جزع الاسماء. صحيح. حنا نقولوا توجور ان ماتش كوم لي زوطر، هي لا ما نكذبوش على الناس، سي ان ماتش سبيسيال هذا وين ديربي، كيما نقولوا نسيتيو لي زيكزوم تاع برا ولا، حضرنا لهذ المقابله بون حضروها، ما كاش حاجه مختلفه على لي زونطريمون تاع الاخرين، مي ديربي غاست توجور ان ديربي. حضرنا ان شاء الله بالمقابله هذه، راح تكون الحاجه الاولى يكون فير بلي وتكون فرجه للجمهور والميور كان سو لو تيران ان شاء الله. فكرتني اليوم؟ عاد فكرني انا لعبت. صح قول صح وما تكذبش. الذكريات الجميله. اي وين كي يشوف الجمهور هذا صح تولي لي لا ميموار شويه ماشي بزاف تاع. حاب تلعب اليوم بلال؟ بون كاين اللي جوا اللي يلعبونا خلاص كملت. يعطيك البالون. نعم. فريد معايا ايضا. فريد تقول لي يعني كيفاش كنت تشوفوا اليوم الدربي تاع اليوم امام مولوديه الجزائر؟ ولا غير على كل حال نسلم على الشيخ تاعي افتسان. شكرا. واللي مع الطواف تاعو. جمال بولتيو. جمال نسلم عليه ان شاء الله. شكرا. وش حابين نقول لك؟ ديربي يكذب عليك، ديربي هنا الانسان اللي كون جوار هنا تحب تلعب لي ماتش كيما هادو، مي جو بونس ان شاء الله نديرو في عرس كبير بين جيران مولوديه الجزائر واتحاد العاصمه، وان شاء الله الروح الرياضيه هي اللي تفوز، واللي يكون محضر مليح نفسيا هو اللي يفوز ان شاء الله. شكرا. جمال الكل يتكلم على الروح الرياضيه. تماما، والحاله النفسيه التي نعم يجب ان تكون في المستوى. على هذا الشيء جمال، لانه الان اليوم فيه تكريم الان حاليا. نعم. بين اللاعب رحيم اللي كان في اتحاد العاصمه وطارق العزيزي، في تكريم اليوم فوق ارضيه ميدان 5 جميل جميلة. رائع. نعم هذه مبادره طيبه، نشوفوا بلي انا في اجواء الروح الرياضيه. أجواء كبيرة من ملعب